هاي لزامي كي دايرين صافا لاباس عليكم جيسبيغ تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الكونسيبت جديد في راشين ديالي لزامي. كيفاش غنشرح لكم انا نشرح لكم الفكره وانتم فهموني صافي. البارح كنت كندور في بنترست، دابا انا كيعجبني نبقى ندخل بنترست نتفرج فيها، كيعجبني نبقى نشوف هذاك الشيء اللي طالع طوندونس دابا، الاوتفيت هكا لي فوزونغ، كيعجبني نبقى نشوف هذاك الديزاين فهمتي، حيت تما كيحطوا داك الشيء زوين. البارح انا طلعت في بنترست وطلع لي واحد التصويره ديال واحد البيتزا هكا على شكل قلب، وعرفتوا انا ديك البيتزا شحال اتيغاتني ما يمكنش، عرفت بقيت كنشوفها وانا كليك عليها وبقاو يطلعوا لي بزاف ديال البيتزات هكا على شكل قلب، بقيت كنقول واو هادشي شحال زوين، واو شحال كيوت، فن فن فن. تخيلوا غير هذاك الديكور ديال القلب شحال كيشهيك تاكل ديك البيتزا، ما يمكنش باش تقدروا تخيلوا انا شحال شهيتها البارح. عرفت بقيت الليل كامل كنحلم بها، كنقول غنفيق غدا الصباح غنديرها، غنفيق غدا الصباح غادي نديرها، ما تقولوش لي ما غاديش ديرها. ايوا بقيت كنتفرج في التصاور كنونغوجيستري وكنفكر كنقول شنو خاصني، وخاصني المقادير وخاصني القلب وهكا وهكا، بقيت كنفكر كيفاش انا غادي نصايب هذيك البيتزا وصافي على زامي، وقلت خاصني نطلعها واعره فريمون، خاصني نطلعها واعره. برح بالليل بقيت كنقول انا غادي نديرها وانا غادي نديرها، ودابا انا يلاه فقت على زامي عرفت تخيل بحال اللي بيت كنحلم بها، فقت وانا نقول انا غادي نبدا الفيديو دابا باش هكا ان زعما غادي نكون بديت الفيديو، دونك خاصني نكملو بزز مني باش منعقش باش ميشدنيش الكسل والعكزه لي زامي فهمتوا. وصافي واليوم غادي نصايبوا هذيك البيتزا ويا ربي تجي زوينه كيف انا شفتها وتجي بنينه، وعرفت انا مشهيها بواحد الطريقه تقدروش تخيلها، واش تقدروش تخيلها لي زامي. وصافي لي زامي دابا انا يلاه فقت غادي نوض نفطر ونجمع الدار داك الشيء، ومن بعد غادي نمشي نتقدى وغادي نديكم معايا وغادي نطيبوها مجموعين، وخليكم معايا لي زامي في هذا الفيديو. قبل ما تكملوا الفيديو لي زامي ديروا لي لايك وديروا لي سبسكرايب وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، ولا عجبكم لا فيديو وعجبكم هذا الكونسيبت ديال الفيديو واش خليوها لي في لي كومونتير باش نبقى ديما نجرب معكم الاكلات المشهورين، ولا هكا شي حاجه اللي زوينه بحال هكا نبقى بارطاجيها معكم مره. وصافي لي زامي خليكم معايا. وقع ليا دابا مشيت تسخرت، ما مشيتش للمرجع، مشيت غير واحد شي بلاغماغشي حدا دارنا القديمه، شتي طاكسي ومشيت، عرفتو كاينه واحد الحراره كاين المود ديال الصباح، وتسخرت بقيت كندور وسير جيبي هادي ونسيت هادي وسير جيبي هادي، وفاش هبطت من الدار نسيت ما هبطتش السوارد ديال الباب، وفي دارنا كاينه جداتي وخا نبقى نعيط بعد غدا ما غتسمعنيش، دابا غنبقى جالسه هنا جالسه هنا تتسنى الفراج، وبغيت نطلع نعس مبقيتش باغا نصور مبقيتش باغا نجرب. يا ربي دير لنا شي تاوي طلعو دارنا نعسو يا ربي. دابا شي نص ساعه وانا جالسه هنا والله ما هبط شي واحد، والله شي واحد ما هبط ولا طلع شي واحد، تخيلوا معايا على شحال سيرت شحال سيرت الدار، المهم يمكنش كنعيط لماما ما كتجاوبنيش، انا بكيلي زعما بغيت نطلع نعس عييت. واخيرا انا زعما طلعت للدار، عرفتي راه طلعت للدار واحد المراه مسكينه تلاقيت معاها لتحت، هي ما كانش عندها السوارت، قالت لي عيط هي ما عندهاش الصوت، قلت لها خاتي الصوت الدنيا هانيه ملي لقاو لي حلنا الباب. دري شحال سخفت لي، ما عرفتش واحد الحراره كاينه بحال شهر 8، راه ما يمكنش راه ما يمكنش واحد الصوت كاين، عرفتي خرجت تبدي الدوخه الزهق على زعما، انا دابا غادي نسترجع الطاقه ديالي باش نبدا معكم فيديو بطاقه بطاقه زوينه، نحيد هاد الصخفه اللي فيا، عندنا فرفاره سنو نجيب فرفاره ونمشي، ها هي اللي غتحيد ليا ترجع ليا الطاقه على زعما، هادي اللي غترجع ليا الطاقه حيت مع هاد السرد لا ميمكنش. ماشي ويلي كنحس براسي غنموت وغندوب، وهاد السخفة اللي سخفت اليوم أنا فيا قاعدة ديما كنت السوارت. الله فيها الغبرة، كان خاصني نمسحها وقيل عرفت شنو دابا عاد حسيت بشويه ديال الحياه، ما يمكنش
دابا لي زامي غادي نبارطاجي معكم داك الشيء اللي خديت. عافاكم ما تسوقوش الصوت ديال الفرفاره، انا عارفه كدير الصوت ولكن كيصطاد. غنقرب غير شويه نحيدها. صافي نحيدوها دابا حتى يعاود يجيني الصاد ونديرها. دابا نوريكم داك الشيء اللي خديت على زعما. هلا، اول حاجه عندي هنايا هو البنان. خديت البنان، خديت سيبورا. ويلك راك قلت لي ما تقعد واحد سيبورا صغيره، وانا ديري جهرست ليا كنت باغا نمشي للحسن باش ناخذ سيبورا زوينه، ولكن ما فياش ما فياش. تخيل بغيت للحسن، والله ما نصور لكم الفيديو، والله ما نصور، ما نقدرش. صافي كنت غادي نجي ميته. كيوت هاد السيبورا صغيره، غنحطوها نشوفوا كيفاش غادي نبانو فيها. زوينة هاد السيبورا صغيرة مطيورة، الله يلا كنقدرو نعوجوها كدور فنة. دابا نوريكم عشان نكملو داكشي اللي بخدينا. خديت الفلفلة، حيت البيتزا ضروري نحتاجو فيها فلفلة، وخديت الزعيطرة، خديت زيتون كحل مقطع. أنا في البيتزا ضروري يكون عندي الزيتون. وخديت هذا ديال التاكوز، خديت الكبير حيت حنايا مغديش نعجنو لاباط ديال البيتزا. شفت واحد الطريقه في تيك توك كيشدو هاد لاباط ديال البيتزا، لاباط ديال التاكوس، وكي هكا كيقطعوها. المهم كيدوبلو لاباط باش كتجي تقدر تشد البيتزا وكيقطعوها. انا غادي نقطع حكه باش نوريكم واحد الحاجه اخرى. كيقطعوها وكيعمروها بحال اللي كيعمروا البيتزا. انا درت قلت غادي ندير هاد لاستوس باش اصلا انا العجينه تعجينه ما كتصدقش ليا. عمرني عجينه العجينه ديال البيتزا صدقات لي، داكشي علاش جبت هاد الخبز ديال تاكوس زعما. وخديت هوت دوغ، وخديت سوليس، خديت طون، خديت هذا واعر واعر واعر. انا اصلا ندير هذا الشيء كامل على قبل هذا، اقسم بالله هذا هو الهدف ديالي، مش الهدف ديالي هي البيتزا، الهدف ديالي هو هذا. اليوم حيت انا غادي ندير بيتزا على شكل قليبات، بقيت كنقلب عليك كنت باغا ناخذ هذا وهذاك الصغيور صغيور. كنت باغا ندير شي هاد الهوت دوغ، كنت باغا نديرهم على شكل قليبات ولكن ما لقيتوش، لقيت غير هذا. خديت موتزاريلا وخديت نوتيلا حيت انا غادي ندير بيتزا حلوه وبيتزا مالحه، فهمتوا؟ نديرهم بجوج. كنت باغا ناخذ شي ديسير في الحمر ولكن فهاد الصيف كاع ما كاين ديسير لا في الحمر، كاين الدلاع والدلاع كاع ما غايجي. علاش ما نقلب؟ لقيت البنان باش ماشي مشكل، حتى البنان غادي يجي زوين. ودابا لي زامي غادي نبداو البيتزا ديالنا. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه تحضير البيتزا بالخبز ديال التاكوس. داك الشيء غادي نديرو هنايا، غادي نخدمو هنايا. انا نمسح هاد البلاصه، بلاتي ونشفها. عرفتي انا اليوم غنجبد المواعن اللي ماما عمرها ما جبدتهم في حياتها. عرفتي ماما اللي جبتو لها المواعن؟ عرفتي ماما اللي جبتو لها المواعن لي زامي؟ غتصطع. غادي ناخد دابا الخبز ديال الطاكوس لي زامي باش نوريكم كيفاش غادي ندير. هاد الخبز ديال الطاكوس زوين، ناخذو بحال هكا جوج هكا جوج جوج، فيها غير ستة هكا. كيبان ليكم ياك لي زامي؟ غتشدو جوج بحال هكا مع بعضياتهم. ودابا غادي نجيبو هداك المول. شوفوا بلاش نغسل هذا حيت قبيله ما جبدوا لي هذاك السيد كان مغبر وما عرفتش غير نمسحو واقيره، بلاش انا غير نغسلو ونرجع. انا حادقه الصراحه ولا كيشعل. دابا غادي نحاول نخرج منها، كنت باغا نخرج منها ثلاثه بس بونس باغي يخرج. انا غنحاول نخرج منها ثلاثه، ما عرفتش ما بانوش لي واقيله غيخرجوا ثلاثه، ما عرفتش. مهم غادي نوركو عليه بحال هكا، هادشي قاصح بلاش. بقينا كنلعبو هنايا.
قاعدين نديرو الصغار ماشي جو. اوه واو واو شي زوين واو قاعد نتخسر لي ندير داكشي ديال الشيف موح. واو شوفوا 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 شحال زوين شوفوا لي زاميتي شحال كيوت زوين. ناسي ناسي يلا 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 ها هو غنبقاو نلعبو. واو شوفوا شحال زوين شوفوا عاتو غيعمر غيجي فن بلاتي. غناخذو لاطا وغادي نسرحوهم فيها. ودابا هادو يا درتو ما غيتشتوش. انا ندير داكشي اللي شفت صافي. ها نتوما هكا شتو هادي غتخرج ليا ثلاثة. بقاو ديروا بحال هكا باش تقطع لكم بالزربه. اول شنو هادشي؟ اه طار الاول كيتقطع كل واحد بوحدو. شوفوا شحال زوين شوفوا شحال فن. حمقني حمقني انا غير شفت الماكله بحال هكا واخا ما تكونش بنينه ناكلها ما نكذبش عليكم. شكون اللي بحالي شكون اللي بحالي الا ما كانش المنظر الا انا الا ما تحطش ليا هذاك الشيء زوين ما ناكلش الماكله. داك الشيء باش تقول لك خاصك دير الدريساج. واو واو سو كيوت ماشي حيت كاينين شي لعيبات ما نقدرش نشرحهم لك بالخشيبات. لازاني انا غادي نكمل هادو ياكو وشوفوا الطريقه كيفاش ديروا ليهم. انا غادي نكمل هادو ومن بعد فاش غادي نبدا نبغي نعمر نوريكم عاوتاني. لازاني شفتوا هذه ثانيه هذه خرجت لي اربعه الاولى خرجت لي غير ثلاثه حيت ما عرفتش نقطعها وشوفوا ضاع ليا بزاف ولكن من بعد عرفت نقطع وخرجت لي اربعه. انتما باش تاخذوا عرفوا كيفاش تقطعوا ديما سيروا للقنج وشدوا هذا القلب من القنج. هذا القلب غتلقاو كيتباع مع عند مول الحلوه خديتو انا ب 8 دراهم. والله الا هادشي زوين هادشي انا غنولي طباخه انا غنولي طباخه لي زافي. اش كتصدق ليا الماكله مره في العام كنقرر نولي طباخ. واو لي زامي شوفوا هذه خرجت ليا خمسه غريبه هادشي غادي كيتزاد. شوفوا واحد جوج ثلاثة وناي باقي نقدر نقطع جوج بلاش نبدل لكم الكاميرا باش تشوف. شوفوا شتي باقي ليا بزاف دونك غير نقدر نقطع جوج زوين شي غادي كيتزاد. وانا في الاول تكلخت ما درتش ما اش كيقولوا ليها ضيعت درت الضياع ماشي مشكل. المره الاولى مره ثانيه غنتعلم مره جايه نخرج من 10 كنا عينين. شوفوا لي زامي دابا انا قديت هادو شوفوا هادو غادي نديرو فيهم بيتزا غادي نعمرهم لاصوص طوماط وهوت دوغ وطون. هادو غادي ندير فيهم نوتيلا والبانان. هادو درتهم غير على طبقه وحده حيت غادي يجي فيهم غير نوتيلا والبانان. وهادو درت جوج ولكن خفت لي تشتو ليا مي انا يدخت خفت لي تشتو ليا في الفران وقلت زعما
حقهم بالدقيق والماء. ما عرفتش واش هذا الشيء غادي يجي ولا ما غاديش يجي. ما عرفتش انا غادي اصلا انا دابا كنجرب ويا ربي يكون هذا الشيء اللي كندير فيه صحيح وصافي حيت البنات غادي تشتو ليا. انا غادي نجيب دابا الديك ونخلط معاه شويه الماء باش يجي بحال العجينه وغادي نحاول نلصقه. شوفوا انا زعما شنو درت عاد دابا باش تاتني الدوخ. ما عرفتش هذا الشيء اللي كندير فيه واش صحيح ولا خطا. ما عرفتش حيت انا كنشوفهم كيلصقوا بالماء والدقيق ولكن ما انا ما عارفاش ما عمرني ما درتها. انا شبيني اصلا بين الطياب. صافي انا غادي نديرها ماشي مشكل. اصلا الماء والدقيق ما عنده ما يدير ليا وبالي غادي يلصق. شفتوا كامل درت في الزير. انا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ومن بعد غادي نبدا نعمرها. ومن بعد لي زامي غادي ناخذ كويسرينه صغيره وغادي ندير فيها سوليس ديالي وغادي ندير فيها شويه ديال زيت العود وشويه ديال الزعتر حيت انا ما كيعجبنيش ندير سوليس نيشان كتجي شويه باسل. كيعجبني نخليها شويه فوق البوطه تسخن غير شي 5 دقائق و كيعجبني ندير معاها زيت العود حيت كيعطي واحد البنه ملي كثرت. ولي 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 شحال درت وانا عندي غير شويه. انا غنحاول نرجع هادشي. غادي ندير معاها زيت العود وشويه الزعتر وغادي نديرها فوق البوطه تسخن شويه. شوفوا على زابي درت عليها لاصوص طوماط. شوفوا شحال كتبان كيوت وكتشهي. شوفوا مري انا هادشي حمقني حمقني. كنت لا امتى طيب باش ناكل. شوفوا شنو درت. خديت هاد الهوت دوغ قطعتو على شكل قليب حتى هو باش حيت غادي نزوق شي وحدين بالطون وشي وحدين بهوت دوغ. غادي ندير عليهم الفرماج. عرفتوا انا شحال حمقوني هاد القليبات. راه ما يمكنش ديما نبقى ندير البيتزا بحال هكا. هادي كتفتح لك الشهية وكتفتح لك النفس انك تاكل وتبقى تزيد تزيد تزيد. خليكم معايا باش تشوفوا داكشي كيفاش غادي يجي بنين. انا متاكده انه غادي يجي بنين بعد هاد لاصوص طوماط ديال بنينه فن فن فن. باش ندرو عليهم الفرماج. زامي شوفوا انت شحال كيوت. شوفوا هاد الدوغ درت فيهم هوت دوغ وهذا درت فيهم الطون. هاد ديال الطون مثلا غادي نزيد فوق منهم فليفله وغادي نزيد فوق منهم الزيتون مقطع ولكن هادو غنخليهم بحال هكا. عجبني انا اشوف ان الهدف ديالي هو نطلع شي ديزاين خاطر. حتى المذاق باينه فيه غيجي بنين. انا فرحانه بهادشي اللي درت. كيجاك هادشي اللي درت؟ كيجاك هادشي اللي درت؟ فن ويلي جا زوين يا زوين تبارك الله. صافي دابا كملت هادو. غادي ندير عليهم غير شويه ديال الزعتره من الفوق وشويه ديال زيت العود وشويه ديال البزار كيبننهم. شوفوا شحال كيوت. واو هادشي زوين لي زامي. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي. هذه البيتزا المالحه باقا دابا غادي ندخلها للفران باش طيب. شوفوا شحال زوينه. صدعت لكم راسكم بزوينه زوينه زوينه ولكن انا حمقاتني. لا لا هادشي صدق ليا اختي. لا صدق ليا صدق ليا الحمد لله صدق ليا. انا فرحانه بهادشي اللي درت ولكن راه واحد الرمي اللي كنشوف قدامي شدتني البك. ندمت 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 على بعضي. ماشي هو راكم الرمي اللي كان في الكوزينه. خاصني نجمعها باش ندير دابا ماشي بيتزا حلوه. نسميوها غير قليبات بنوتيلا والبنان.
كو لي زامي ما نسميوهمش بيتزا حلوه. ويلي على بيتزا حلوه شو بغيت نوريك من روينه اللي قدامي. شوفوا شوفوا على حاله درت. لا 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 قلبي قلبي كيمشي ويجي. شوفوا شوفوا الفرفاره. شوفوا 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 على حاله. واو شوفوا واو هادشي كي شاهي. طلعه واحد الريحه من الفران زوينه لي زامي. شوفوا لي زامي هادي هي الريزولتا فينال ديال هاد القليبات ديالي. ويلي ويلي كثرت الفرماج. وفاش خرجتها من الفران داب الفرماج بزاف وخسر لي الديكور. يا فرحه ما تمت يا فرحه ما اكتملت. ولكن شوفوا عاتو بينا فيها كتشهي كتشهي كتشهي. واو لي زامي كيف ما شفتوا البيتزا ديالي كملات وجدات وجات زوينه. واخا خسر ليا شويه الديكور ديال القلب حيت كثرت الفرماج وخسر ليا شويه ولكن ماشي مشكل. المهم جات زوينه. دابا غادي نصايب هادو ديال نوتيلا والبنان. هادو ساهلين هادو ما فهمتش شي حاجه. حتى الاخرين ساهلين الاخرين فيهم الوقت شويه كتبقي معطلين وهكا. هادو غادي غير دير نوتيلا فوق هادي وغادي دير فوق منها البنان وصافي. انا غادي نقادهم دابا ونوريكم. زعما نقول لكم الصراحه انا فاش طلبت هادي ما قدرتش نبقى نشوف فيها. ما قدرتش نتسنى حتى نوجد الاخرى. بغيت نذوقها ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش كنشوف فيها ما قدرتش اختي. انا باغي نذوقها ومن بعد نوجد الاخرى نعاود نذوقها. انا صافي بقوت ما عجباتني فاش طلبت ما يمكنش نبقى نتسنى وتبرد ليا وتولي ما زوينهش. دابا غادي نذوقها قدامكم بلاتي. انا هزو بحال هكا ما لصقاتش ليا الله درت الزيت ولكن الفرماج ولد الحرام داب باش يجي بطبيصين. ولا جات بغيتو نذوقو. بسم الله حاجه جبني هنا ميمكنش ماشي عنده. لي زامي خطيره عرفتوا هاد ديال التركوز رطبه وزوينه الصراحه. هادي استوس ناديه نري بنينه بنينه باش نكمل هادي وندخل الاخرى ديال الاخرى ديال هاد الدوك. انا تقوش دو معايا صافي صافي انا غنوي الطباخ. دابا لي زمان ندوقو ديال هوت دوغ. باش ناكل هادشي اللي طاح لي في الطاوة هو باش ندوق. خاصني ندير رياكسيون ديال ندوق. شوفوا انا غنشرب الماء باش يمشي لي المذاق ديال الطون. شربت الماء باش ميبقاش لي المذاق ديال الطون باش فاش ندوق هادي نتبنينها حتى هي مزيان. بسم الله جربوها فنه فنه فنه. هاد الخبز ديال الطاكوس كيعطي واحد البنه واعره. وانا كثرت صوص طوماط تنتما كثروا على صوص طوماط باش حنا صوص طوماط كتبنن كتجي بنينه صاحبتي. انا كنستمتع بهادشي
دابا غادي نطيب هذيك الخلطه ديال النوتيلا، نمشي نطيبها، غادي غير ندير النوتيلا وهذاك البنان وصافي، وغادي نقول لكم كيفاش داير. نخشيهم غنمشي نحط الزيت حتى هي تدوق، وغنخشيهم في الفران باش يجي ماما وخواتاتي حتى هما ياكلوا. هادشي كيوت 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 كيوت. شوف ما غادي ندوق معكم هذه ديال نوتيلا هي الاخيره. بسم الله. بس بنينه، ولكن هذا الخبز مش معايا بني الصراحه. هذا الخبز خاصو يطيب نورمالمون، من قبل ما طيبته، ولكن بنينة لي زامي، هادي بنينة. إلا درتوها مع شي حاجة أخرى غادي تجي أبنن. وصافي لي زامي، هادوك جوج البيتزا جاو فنين، جاو بنان. شوفو صراحة المذاق جاو واعرة لي زامي. وكان هذا هو الفيديو ديالي، جيسبيغ يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. ولا كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير باش نبقى نبارطاجي معكم ديما داكشي اللي غنجرب اول مره، ما عمرني ما جربته. دابا انا غنمشي نقصي، غنمشي ناكل اختي. من الصباح انا واقفه كنطيب اختي، انا فرحانه. صافي لزامي، باي باي.